الثامنة ليلا من الحياة فام. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين بقصر قرطاج نجل بودن رمضان رئيس الحكومة، وتناول اللقاء العمل الحكومي بوجه عام والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص، كما تم التطرق أيضا لأثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على تونس ولضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تبعاتها، سواء في مستوى التوازنات المالية للدولة وعلى صعيد الحد من التقلبات الطبيعية وغير الطبيعية لفقدان بعض المواد والترفيع المشت لأسعار عديد المواد والسلع. ومن جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم الاثنين بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل، وشدد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأنه لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع حسب نص البيان. وتم خلال هذا اللقاء تطرق لعدد من القضايا والتأكيد على ضرورة معرفة الحقائق كلها وترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون على كل من يتجاوزها. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان صباح اليوم الاثنين على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الثلاثية رفيعة المستوى حول الحوار الاجتماعي عقدت بأحد منازل العاصمة، وتمحورت حول إعادة التفكير في هيكلة عام العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19. أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها أن وضعية الخطوط التونسية والوقوف على أسباب الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها خلال الأيام القليلة الفارطة شكلت محور جلسة عمل ترأسها اليوم الاثنين وزير النقل ربيع المجيدي، وبحضور الإدارة العامة للشركة وعلى رأسها الرئيس المدير العام خالد الشلي. ودعا وزير النقل إلى ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات إزاء ما تسبب في الاضطرابات التي شهدتها برمجة الرحلات والتسريع في استيعاب ناساقها العادية، مؤكدا حرص الوزارة على إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية وأن لا مجال لخصصتها أو التفويت فيها، مضيفا أن هذا الحرص ينسحب على جميع المؤسسات العمومية تحت الإشراف. ومن جانبهم اقترحوا ممثلو الخطوط التونسية ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي تمر بها الشركة على غرار تنفيذ بعض البرامج المتعلقة بالحوكمة والتطهير، فضلا عن استكمال برنامج تعزيز الأسطول بعنوان سنة 2022 و2023. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع سونيا جبالي في نحكيوه.